السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدة أخبار وتطورات وتفاصيل بغاية الأهمية. بداية ضعوا إعجاب للفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة مشان توصلكم جميع التفاصيل، وياريت الكل يسمع كل كلمة يا أخوان منشان مصلحتكم أنتو. الموضوع الأول يا أخوان، حملات تفتيش. في حملتين تفتيش حاليا في تركيا. الحملة الأولى يا أخوان تخص موضوع حملات تفتيش من مديريات الأمن حول المدارس، بجانب المدارس تدقيق بشكل عام على الحدائق، على المواصلات اللي بتوصل الطلاب على المدرسة، يعني في حملات كبيرة. الحملة الثانية يا أخواني اللي هي أصلاً بلشت أصلاً من فترة، هي حملة التفتيش على موضوع الإقامات وسكن أصحاب الإقامات. بالنسبة لموضوع الأشخاص اللي عندهم إقامات، في حملات تفتيش للتحقق إذا هن مقيمين بنفس العنوان فعلياً أو لا. إذا تم إثبات إنه هذا الشخص فعلياً عنده عنوان نفوس كاذب أو مو مقيم بهذا العنوان، فعم يتم إبطال الإقامات لعديد من الأشخاص. وفي أشخاص واجهوا مشكلة بالمطارات أيضاً بسبب موضوع عنوان النفوس. فالكل يا أخوان يتحقق من هذا الموضوع وينتبه على هذا الأمر. الموضوع الثاني يا أخوان، تطورات هامة لجميع السوريين. الأمس يا أخوان أحد الأشخاص كان بإدارة الهجرة راح ليحدث بياناته، فسألوا الموظف هل أنت عملت دورة الاندماج؟ فقال له أنه لسه ما عملتها، أخذت موعد وبدي أعملها. فأكد له موظف إدارة الهجرة أنه حاول تعملها بأسرع وقت، لأنه دورة الاندماج صارت من الأمور المهمة جدا على الأراضي التركية. طبعا يا أخوان ما في مشكلة بالنسبة لموضوع دورة الاندماج في حال كنتوا أخذين موعد وعم تستنوا الموعد تبعكم. في طريقتين يا أخوان لأخذ موعد من شان موضوع دورة الاندماج. الطريقة الأولى رح خليلكم إياها بأول تعليق مثبت، الأشخاص اللي ما حضرت دورة الاندماج سواء الزوج أو الزوجة، الأولاد اللي تحت 18 سنة ما في داعي يحضروا دورة الاندماج. بإمكانكم التسجيل عبر الرابط الرسمي التابع لإدارة الهجرة، أو بإمكانكم الذهاب إلى أقرب مركز هالك أي تيم والتسجيل بنفسكم إذا تأخر الموعد تبعكم كتير. وفي حال كنتوا أخذين موعد وعم تستنوا ما في أي مشكلة نهائيا. وبالنسبة للأشخاص يلي حضروا دورة الاندماج وحابين يستخرجوا الشهادة، رح خليلكم الطريقة أيضا بأول تعليق مثبت، ولكن لا حدا يهمل هذا الموضوع يا أخوان لأنه جدا مهم. الموضوع الأخير يا أخوان لأصحاب الكملك ولأصحاب الإقامات، بعد ما صار تطورات عديدة أنصح الجميع بالتحقق من المعلومات المسجلة بإدارة الهجرة ومن عنوان النفوس المسجل بالهجرة ومن رقم الهاتف أيضا. طريقة التحقق بشكل كامل رح خليلكم إياها بوصف هذا الفيديو. كل الحب والاحترام، بتمنى لكم الخير جميعا. سلام عليكم.